وليش جايب مرتك وبنتك؟ لا تكونوا متخانقين. لا يو كش برا وبعيد، نحن متخانقين شي ابن عمي؟ لا مرت عمي مالنا متخانقين، بس انا حبيت جيب لك لطفيه لهون لحتى تتسلي انت وياها. يي فضلت على ابو مخي يا صاري وكتر الف خيرك، بس تقبر قلبي مو اليوم لان اليوم مالي رايقت الا اتسلى انا وياها، بقى يرضالي على اسمك انت هي وبنتك ويلا على بيتكم يلا. لا يا مرت عمي عم تقلعينها من بيتي؟ لا يو انت اكبر قدر والعين ما بتعلى عن الحاجه بتقبرني، لك مين انا لحتى اقلعك؟ بس اذا بدك الصدق والصراحه انا عارفتك وناتفتك وبعرف الكوان اللي بمخك لانه كلاس ما بيغبر على طحان، بعرف انك عملت هالشغله مشان يخلق لك الجو مع مرتك الجديده. شو هالحكي ها؟ انا بشو ولا بشو؟ سمعاني هالحكي لطفيه؟ لا يا مو عصام مو هيك قصده، لانه هدى لساتها بالبيت. هدى لساتها بالبيت؟ وليش مخليها بالبيت تقبرني؟ كنت بعتها لبيت اهلها، حاكم رجلك اخذت على هالشغله ونحن تعودنا عليها. شو بكي مرت عمي؟ فوق ماني جايب لك لطفيه لحتى تقضي عندك كم يوم؟ كم يوم؟ لك بشكيك لواحد احد فرد صمد يا عصام يا ابن سعاد. شايف ابن عمي؟ هي امي ما بدها تستقبلني، شو اعمل بحالي؟ خلص رجعني على البيت الله يوفقك. إيه لا ستي بدها تستقبلك وهي مبسوطه كمان، ولا بحلف بيمين الطلاق وساعتها بتضلي هون غصبا عنها. خاطركم سمعتي شو قال؟ بده يحلف علي يمين الطلاق. هي مو بعيده عليه تشكلي قاسي، من شابه اباه ما ظلم، هي اخذها وراك عن ابوه، بس هذا الامر فيه انه مو خارط مشتي منوب هالشي اللي عم يعمله. اي والله ما بعرف، مدري شو صاير له ابن عمي، ما عم بفهم عليه. لا تعبي مخك تقبري قلبي، انا اللي بفهم عليه، تقبري. تعي تعي يا عمري انا تعي قلبي انا ويا ستي ويا ستي، وغاب القمر وين كنتي؟ بتعرفي ولك سوسو هذا ابوكي من زمان كان بنص عقل، بس هلا قولي على قلبي عليه صاير بدون عقل منوب. يلا لطفيه تقبريني، اشلحي اوعيكي واشطفي ارض الديار، عندي زياره ضروريه كتير. ليش لوين رايحه؟ رايحه لعند حماتك سعاد يا بعدي، عامله جمعه مشان ام حاتي. يعني تعافي؟ منقول ان شاء الله، الله اعلم. شو وينه عمي ابو كامل؟ ماني شايفته. عمك ابو كامل ما عم يجي لهون، عم ينام بهداك البيت. وليش عم ينام بهداك البيت؟ مشان روح ابوكي، والله عم تطلع له بالليل وتجهزه يا لطفيه. يلا خفيها. قولي روح ابي. غريبه، ما حدا اجى عندي من اهل الحاره اليوم على المضافه، شو القصه؟ مرحبا بك. يا اهلين وسهلين يا ابو جودات، تفضل استريح. اسفين الازعاج، جايين نكمل التحيه بيات ابو الورد. اهلين وسهلين، بس انا شو دخلني لحتى تيجي لعندي؟ ما تروح تدور عليه وتمسكه. طول بالك الله يطولنا بعمرك، معلش تحمل غلط 12 دقيقة. شوف ابو جودات انا ماني فاضي لك، احكي بسرعه. اكتشفنا بجيبة المغدور هويه فرنسيه. شو يعني؟ يعني ابو الورد كان عسكري. وشو بقدر بعمل لك؟ شلون كان عسكري وشلون كان عم يشتغل مضافة اهل الحاره؟ هي علامه استفهام كبيره يا ابو بيت. يا اخي بركه كان الزلمه عم يقوم مهمه لصالح حدا، مش بعرفني. معناها مبينه مأمون بيت، ابو الورد كان داسوس على الحاره الطبع، وفي مين كشفه وقتله. ليش هيك طلعت ذكي وفهمان وفلهوي وانا مالي خبر؟ ولو مأمون بيت 20 سنة بالمخافر والداخلية، بدك ياني ما أعرف؟ من أول نظرة على القديل بعرف ليش القتل وشلون القتل. وشو فهمت من الجريمة بقى؟ أبو الورد كان في مين بعده يتجسس عليه، مو بس عليه وعلى الحارة الطبع كمان، والواضح إنه في مين كشفه قام قتله. ها هاي خلصت القصة، ما بقى غير تروح وتمسك القاتل من ذنبه. أنا ما دخلني، سحبت إيدي من القضية، حولت المحضر والضبط كله على الأمن العام، شنو القتيل طلع عسكري. امسك هدول. شو هدول؟ مصاري. شو هدول؟ بعرف مصاري، مشان شو؟ لك مشان ما تحكي قدام أهل حارة الضبع إنه أبو الورد كان عسكري، بتعرف هيك خبرية بين أهل الحارة بتسبب بلبلة، وكمان مشان تلقي القبض على ابو حاتم، وكل ما اسرعت بالقاء القبض عليه كل ما نغنغتك نغنغه بالمصاري، مو مشان شيء بس مشان العداله تاخذ مجراها، يعني حرام يروح دم نوري وابطاحه ونهدر. مزبوط. انا بامرك وامر العداله مأمون بيك، عن اذنك. علي